يلا رحلة في رومانيا. تعرف ايه عن رومانيا؟ تلج، شمس، برد، غابات، ترانسفاجراشان، مغامرة، تاريخ، طبيعة، جمال، فوق السحاب، جبال، قوس النصر، دراسة، وسط البلد، أمان، شغل. تعالوا معنا في مغامرة جديدة، متفوتوش الفرصة عشان نتعرف مع بعض على رومانيا. اهلا بيكم في فلوج جديد من نوعه هنا على القناة. النهاردة هنعمل رحلة من بوخارست عاصمة رومانيا لمدينة سينايا. سينايا مدينة سياحية وقريبة جدا من بوخارست، حوالي ساعة ساعة ونص بالقطر، تبعد حوالي 140 كيلو عن العاصمة. فأول حاجة هنعملها هنروح ناخد المترو عشان نروح على المحطة الرئيسية بتاعت القطارات، اسمها جارا دي نورد، يعني محطة الشمال. يلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين الجو جميل النهاردة، الشمس طالعة بس درجة الحرارة 9، بس هو الجو ده بالنسبة لرومانيا الصراحة ممتاز، في الشتاء يعني بيكون أبرد من كده بكتير. فخلينا نشوف لما يطلع شوية كده على الجبل هيكون الوضع ازاي. دلوقتي وصلنا اهوت عند المترو. طبعا هنا السيستم بتاع المترو سهل جدا، مع الكارت 3 لي. في معلومة مهمة جدا لازم نعرفها، وهي انه للطلبة الخصم بتاع الطلبة والكارت اللي احنا هنستعمله عشان نسافر بيه عن طريق القطر، ممكن كمان نستعمله علشان نعمل اشتراك للمترو واشتراك للباص، والاشتراك ده بيكون ب8 لي في الشهر بالنسبة للمترو، وللباص والترام بيكون ببلاش. تمام، احنا هنا دلوقتي لسه طالعين من المترو وبنمشي كده على طول. محطة المترو متوصلة مباشرة بمحطة القطر. أول ما بنمشي نطلع من هنا كده، نطلع على سلم الكهرباء ونطلع على محطة القطر. النهاردة شكله زحمة، في ناس كتيرة جاية تسافر. معانا محمد تايم صاحبنا النهاردة في الرحلة. السلام عليكم، أخبارك؟ عامل إيه؟ كله تمام؟ جاهز؟ يلا خلاص كده احنا اخدنا التذاكر. تمام، التذكرة اهي، وده دي الليجيتيماسيا اللي هي بتاعت الطالب، شكلها بيكون كده. دلوقتي خلينا نشوف، احنا ممكن كمان نشتري التذاكر عن طريق حاجتين، ممكن عن طريق الاجهزة ديت وعن طريق المكتب اللي موجود زي المكاتب، زي المكاتب اللي ورانا دول الشبابيك. تمام، فخلينا نشوف الفرق قد ايه في السعر. النهاردة نختار المدينة اللي احنا عايزينها، احنا رايحين سينايا. ده القطر اللي احنا هناخده، هناخد تيكت عادي. طب انا ايه سعر التيكت؟ هنا السعر الواحد 52 لي، يعني حوالي 10 يورو او 11 يورو، حاجة زي كده. واحنا اشترينا التيكتين تمام ب10 لي. ب10 لي تمام، يعني هدول التيكتين، ادي البول فين 10 لي، يعني شيء لا يقارن، يعني 5 أضعاف، يعني بدل لا 10 أضعاف، 10 أضعاف، لأنه الاثنين ب100. مظبوط، بقى كده تقريبا عندك خصم يعني 90%. هو فعلا 90%، لأن احنا الاثنين لو أخدنا كده التيكت هيكون ب104 لي تقريبا، احنا دفعنا 10 لي ونص، وهيك حاسين حالنا دافعين كتير صراحة. كتير صراحة، يعني زحمة زحمة النهاردة مش طبيعي. زي ما احنا شايفين هنا دي السكرين اللي ممكن انت تشيك عليها مواعيد القطارات اللي جايه واللي رايح واللي رايح. احنا لسه القطر بتاعنا لسه ما ايه ولا موجود، اعتقد هو بتاع ترجو مرش. مظبوط، جاهز للمغامره؟ انا مليون بالمية. هسه طبعا مع فقره احتساء القهوه العربيه. أيوة. على رصيف القطار. يلا معنا. يلا يلا هنقعد ونحط القهوة بقى، مزاج. احكي لك، زي كأنك وين معلم؟ يلا. بالأردن، بنص عمان.
الله تفضل. سلام يا سلام. طبعا اللي احنا ما ذكرناهوش كمان انك انت ممكن تطلع من هنا مش بس على مناطق جوا رومانيا، ممكن تسافر برا رومانيا. صح مزبوط. زي بلغاريا. مزبوط من مزبوط. هنا ممكن تاخذ القطار. انت اي دولة هنا قريب من رومانيا ممكن تطلع، يعني زي المجر مثلا، بلغاريا، الكلام ده كله بالقطر ممكن يمشي عادي يعني، سهل جدا. وبرضه التذاكر مش غالية. اه ان شاء الله بعد الشنجن مفيش حد يقلب على ان شاء الله يطلع ويكمل لقدام لو عايز يسافر. الفكرة انه لسه ما فتحوها برا، بس انه للطيران برضو اسعار تذاكر رخيصه، ريان اير والشركات كثير موجوده. فان شاء الله احنا نتمنى نفوت يعني برا، بصير الموضوع اسهل بالقطار، يعني تطلع على اي بلد محايده بعدها تسافر منها برضو بالقطار بالمترو بالسياره. فان شاء الله عن قريب يعني نفوت برا. يعني هو عربي في رومانيا؟ لا، وانا سمعت الجو غاد بارد هيكون، ما لازم نتدفى. لازم نتدفى طبيعي طبيعي طبيعي. كنت اسويها امبارح بالليل، خفت تبرد فصحيت الصبح سويتها طازه طازه. والله اجواء اجواء والله. خلص وصل القطر، هنطلع ان شاء الله. بس كمية ناس زحمة مش طبيعية. مش طبيعية طبعا. خلاص لقينا مكان الحمد لله، نقعد تمام. هذا ان شاء الله تكون رحلة جميلة سعيدة. بس حاسة تكون رحلة باردة. ربنا يستر. تمام، احنا دلوقتي على الطريق. تجربتك ايه؟ طبعا هاي مش اول مرة انا بركب القطار، بس هاي المرة الوحيدة اللي بركب فيها بقطار وبتأخر، فأنا مستغرب حتى. اتأخر القطر، اتأخر يمكن ربع ساعة تقريبا، وقفنا تقريب. كمان في الطريق وقفنا في الطريق يمكن ربع ساعة ونص ساعة تانية، والطريق كله المفروض ساعة وشوية، ساعة وعشر دقايق. ساعة وعشر دقايق احنا طبعا. كنا المفروض وصلنا اوريدي المفروض يعني، بس كمان ما فيش سيجنال، ما فيش تليفونات، ما فيش نت. يعني هيك تعطيك مع الطبيعة اللي هون، تعطيك هيك أمل بالحياة، فكرة يعني تخليك تتأمل، تفكر لمستقبلك، بعدها بتحزن، بعدها بتنام. المهم نوصل بس يكون الجو كويس، ده أهم حاجة. يعني إن شاء الله. إن شاء الله. ما أتوقعش بس إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا بقى لنا ساعة دلوقتي تقريباً. لأن القطار تأخر ووقف أكثر من مرة، بس تقريباً إحنا داخلين المدينة. يعني هاي بدايتها، وبوادر. تمام. شكله الجو بارد. إحنا تقريباً خلاص طلعنا فوق الجبل يعني. على الطريق دلوقتي، بس المنظر بجنن، روعة روعة، منطقة ريفية ما شاء الله يعني. ما شاء الله أحلى من حياة بوخارست شكلها. طلع الجبل فوق، قمة بجنن. لا هنا الطبيعة جميلة جدا في البلد يعني صراحة. بس الجو ما بجننش، الجو شكله إحباط، شكله مش مبشر خالص. لا نهائي. بس تقريبا الشيء الحلو هنا إنه شفت اكثر من سوبر ماركت، اكثر من استراحه، اكثر من كذي. حتى حلو لو بدك تنزل بسيارتك هي، بس هو بالقطر يعني او حتى بالعربيه تقريبا نفس نفس المسافه. نفس المسافه. دي المحطه اللي احنا عدينا عليها دلوقتي، دي محطه قطر، دي المحطه اللي قبل المحطه اللي احنا رايحينها. احنا خلاص قربنا. كده وصلنا بعد طول انتظار. وصلنا خلاص، بس الجو روعة. حلو. انا بنصح اي حدا حالق جديد ما يجيش. النصيحة الصراحة الجو يعني مش برد زي ما توقعت. مش صراحة مش برد يعني، بس احنا على الجبل الهواء بضرب بالعظم مباشرة. بس المحطة ترى كتير بسيطة يعني، مش كبيرة زي بوخارست. لا لا، بس أحلى شيء بالمحطة أنا جاي على الجبل، يعني تعال شوف من هون، هاي الجبل مباشرة يعني.
الطبيعة، طبيعة خلابة. لينا المحطة، تمام. احنا هنطلع، هنخش دلوقتي من الباب ده عشان نطلع برا على الشارع. تمام، يلا خلاص. احنا كده في سيناء طبعا. فكره الجو جميل صراحه، مش هكذب يعني. المحطه كانت بارده. ده المنظر يا جماعه من المحطه، احنا على الجبل. طلع الدرج اللي ورانا حاجه. تطلع الجبل على طول، تاخده وتطلع على الجبل على طول. يلا يلا. البلد شوارعها على الجبل، ودي المحطة بتاعت القطر سيناية. تحس حتى محطة القطار تراث. مبنى يعني رهيب. يعني جد مبنى فظيع يعني. من وين انا اتجاهك تطلع هيك ولا هيك؟ خلينا نشوف. انا حاسس في شيء روعه يكون فوق. طلع انت شكل البيت اللي انا شايفه من هون. تعال نجرب نطلع. هو اسهل 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 ناخذ نطلع من هنا بدل السلم. يلا تمام. شكلك مش صاحبه مع السلم. لا. يعني انت طلعت هيك وطلع في درج بعدين. يعني طلعت هيك طلع في درج. والله ما نطلعش على السلم، طلع في سلم ثاني. انت وين ما تلف هنا في لازم في درج. يلا بدل ما تروح تدفع اشتراك الجيم. بلاش نتفرج ونطلع ونتفسح احسن من الجيم. لا. دي سيناي. طلع الجبل بجنن. صراحة هي سيناي بتعتبر زي ريزورت، هي مدينة سياحية صغيرة فيها اوتيلات، فيها مطاعم. طبعا احلى مده ممكن تزورها فيها اي مده الصيف. طبعا تكون البلد كثير خضراء، هنا الطبيعه بتكون رهيبه. والجبل هذا يعني الكل اللي حوالينا بيكون عباره عن خضار. طبعا هذا الجبل قدامك، طلع كيف الثلج اللي عليه. اي فوق. ايوه شيء بجنن. بس لا بس هو يعني صراحة السنة دي يعني مقارنة بالجو في الغالب بتكون أبرد من كده، بس يعني الجو صراحة جميل. ما احنا كمان جايين آخر ثلاث يعني آخر اثنين عفوا. بالضبط يعني الجو رائع صراحة. هو شتاء على كل الأحوال ضايل له شهر يعني. شهر أربع بعد يخلص. بس لو جينا بشهر واحد أو 12 هتكون برد برد موت ثلج. طلع هون مناظر المطاعم اللي ورانا، خدمات شكلها كثير حلو هون. بس تقريبا المدينه عباره عن جبل يعني. بالضبط يعني محاوطه من كل مكان بجبال. ايوه. بس جو هون بالصيف بكون يعني رائع. هيك في نسمه هواء بترد الروح احلى من جو بوخارست. يعني جو بوخارست بالصيف بكون رطوبه كثير، رطوبه وكثير ناس وكثير سيارات، فبتحس حالك مخنوق جوا البلد. فإن حبيت صيف يعني هاي البلدان زي سيناية كثير حلوة ومش غالية. يعني كطالب، نرجع نحكي كطالب. بالضبط. أنت شو، إحنا أخذنا التيكت بخمسة لي. مظبوط. تمام. لو حكينا بدك تاخذ سكن مش هيكون هالإشي لو كنتوا أكثر من واحد وتقسم على الكل. والأكل والشرب هو واحد بكل رومانيا يعني. صح صح. شايفين الأوتيل اللي قدامنا هنا ده اسمه هوتيل كارايمان. الاوتيل ده من اقدم الاوتيلات اللي موجوده هنا في سيناية، مبني سنه 81، يعني مبني في عهد اول ملك في رومانيا هنا في العصر الحديث اللي هو كارول الاول، برضو اللي هو امر ببناء القلعه اللي احنا رايحينها دلوقتي. زي ما انتم شايفين البلد طبعا جميله جدا. هو هنا اسمه برضو الاوتيل هنا الاوتيل الملكي، اوتيل ريجال. حلو البارك رهيب ما شاء الله. شفت الزحمه على الطريق واحنا جايين، كانت العربيات واقفه طول الوقت في الشارع. ممكن في حادث او في شيء. لا لا في الغالب هنا بيكون زحمه شويه الطريق. يلا احنا جينا بالقطار محسنها. الحمد لله. شوف الكرسي هذا ب10 لي. بس احلى حاجه في المكان ان هم مهتمين بيه بالنظافه. يعني نظيف جدا ما شاء الله.
دلوقتي المدخل اللي احنا داخلين عليه ده ان شاء الله ايه هنطلع منه على القصر بتاع بلش. شكله اللي طلوع فيها طلعه يعني مظبوطه يعني. كنت بدك تهرب من الدرجه؟ ها طلع الدرجه مستحيل. احنا على الجبل يعني مستحيل. يا بدك تطلع الجبل تسلق؟ احنا لسه بنقول بسم الله يعني ما عملناش حاجه. كله طلوع. انا تعبت. انا مش شايف اخر السلم اعتقد. انا مش حابب اشوفه عشان ما نصدمش يعني. خلينا طالعين هيك. طيب احنا لسه ما طلعناش اصلا. ما وصلناش. عايزين نوريكم بس الارتفاع احنا فين. ما اعرفش اذا شايفين الشارع تحت. هذا جي هذا قسم بالله يعني مش عارف اوصف الموضوع بس كثير متعب يعني. رياضه رياضه. احنا شو عملنا؟ سلم نمبر 2. شو 2 4 نمبر 4 في كمان درج. اول قطار طالع بوخرست متى؟ خلاص غيرت رايك. خلاص غيرت رايك. ايش في؟ طبعا الجبل اللي قدامنا الهواء بخبط بالثلج تمام، فالهواء بصير ثلج فبخبط فينا واحنا بنتجمد فعليا. لا بس جو هادي رايق. مفيش حد تحس مفيش حد ساكن بالبلد. صح والله. لا بس الصراحه طالع كده لو عايز تطلع قريب من بوخارست ساعه 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 وباقل باقل التكاليف فعليا. حاجه تحفه الصراحه. هو في سياح بس فعليا. أيوة شفت ولا سياح؟ مظبوط مظبوط. هي اصلا البلد دي عدد سكانها 10,000 واحد بس يعني. يعني يا دوب يعني مخبز واحد بعمان بيطعمهم كلهم. صح. فين الطلعة دي؟ حلو في تلفريك. تعال نروح نركب. في يلا 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 على التلفريك يلا. هل قدرنا نركب التلفريك؟ وايه المعالم اللي قدرنا نشوفها في سينايا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.